كيفاش راكم حاملين وصابرين يا فوضى منظمة يا الله المستعان يا الله المستعان يا ما هذا وعلاش وشن هذا الناس ساكنة هنا الفوحة علاكم ديروا هكذا هلا هذا يبيع الحليب والفرماج شن هذا يا علاكم ديروا هكذا والله العظيم شكون المسؤول على هذا الشيء دوكا ما فهمت اي طناش عندنا هذا يبيع الحليب الزيكو على هكذا على ان شاء الله تكون حمل في نظافة باب الواد والله راكم خطيين يا الله يكون معاكم يا بالوها وبعد كي تغرقوا باب الواد حي العتيق المفيد انا هادية ومنحن في ميوال وفي باب الواد هادية يعيطوا لها تاع الباريت يحطوا فيها لي بواتولات وانت يا ربي يهديك وقسم بالله ماني قادر ندير حتى فيديو في باب الواد والله غير راهي كارثة بمعنى الكلمة ربي يهدينا ويهديكم والله المستعان على راسك انت اللي راك تصوني يا ديبريسيون والله العظيم غير وين انا رايحين هكذا باب الواد اهل باب الواد ننصحكم ما غير نقيو بلدية تاعكم ما تسناو حتى واحد والله تكلوا على ربي باسكو اقسم بالله غير تقعدوا هكذا غير الكوليرا